والله العظيم صدمة، صدمة كبيرة. كيف هذا اللاعب يحقق الضغط؟ ليش مستغرب؟ ليش مستغرب؟ تعال قل لي ايش المستغرب فيه؟ مستغرب عشان ما في لاعب نصراوي اخذ افضل لاعب في قارة اسيا؟ سالم الدوسري ليش؟ عبد الرحمن غريب؟ تعرف ايش الفرق ما بين الهلال والنصر؟ مشكلة انه النصر ان اللاعب ما يستمر معكم سنة سنتين ثلاثة الا على طول يعشق الطيارة ويطلع محكمة الكاس يقعد يطالب بحقوقه 10 سنين. وشفناه عند مين؟ عبد الفتاح عسيري. كل لاعب طموح يحب النصر. اوكي يا عبد الفتاح عسيري انت موهبة كبيرة. في النهاية طلع التصريح قبل شهر، يا اخي طفشت اكلوا حقي يا اخي. اما الهلال ايش يسوي؟ جالس يعطي كل لاعب حقه، يهيئه لعرضية الملعب، اهم شيء انه يكون مركز في المستطيل الاخضر. جيب لي مين افضل من سالم الدوسري؟ ما في احد افضل من سالم الدوسري. اكرم عفيف طلع في 2019 واختفى، وعبد الرحمن غريب من يوم ما جاء النصر ومختفي. في فرق بين الفاشل والناجح يا اخي. يا اخي ممكن هذا الهلال هو الفاشل، خلينا نقول اقتراحنا هذا الهلال هو الفاشل، لما ياكل حق الناس يا اخي الله ما بيوفقه. وفعلا يا اخي الهلال الله مو موفقه. ليش مو موفقه؟ لانه جالس ياكل حق اللعيبه، وجاب افضل لعيبه العالم وعنده افضل لاعب في التاريخ، وفي النهايه ما جاب ولا بطوله، بيطلع كل موسم صفري. هذا عشان جالس ياكل حقوق اللعيبه يا اخي. شفت لازم تتعلم ايش الفرق بين الناجح والناجح والفاشل. لازم تعطي كل ذو حق حقه. سالم الدوسري لاعب كبير يا اخي، اذا انت كلمه الحق ما قلتها كيف تبى الله يوفقك يا اخي انت وناديك؟ كيف قول لي. المهم نادي الهلال هو الفاشل، ها نادي الهلال هو الفاشل، لا يشوف صاحبنا ذاك على طول هو اللي عشق الطياره ويطلع المحكمه يشتكيني. السلام عليكم.